معلش اتفضلي اتفضلي يا فندم. اتفضلي. سيدنا الشيخ، انا دلوقتي اختي الكبيره واخويا الكبير نعم ما مقاطعيني ولا بخش عليا ولا بس صله الرحم مقاطعينها. انا ما اعرفش عملت لهم ايه. مقاطعينك ليه يا استاذه ميه؟ ايه السبب؟ على فكره انا كنت كويسه معاهم، يعني ما فيش حاجه. تمام. انا اصغر واحده فيهم. طيب اتنين هيقطعوكي ليه يعني؟ والله بص يا حضرتك، عشان انا اخويا ما بتكلمنيش، كانت عايزه تكسر نفسي عامه يعني، وانا ما ادتلهاش الفرصه دي. وهتكسر نفسك ليه؟ هتستفاد ايه يعني؟ مش والله انا بص حضرتك، انا كنت اصغر واحده فيهم تمام ماشي، بس فجاه كده كان اخويا كويس معايا قبل ما يتجوز، واختي كل ما اقرب ليهم هم يبعدوا عني وبيعملوا حاجات تاذيني. في كنت لهم مشكلة، في مشكلة أساسية حصلت، اتغيرت العلاقة بينكم على بسبب هذه فكرة. المشكلة؟ بص أنا يعني مشكلة ميراث، مشكلة شخصية، في خلاف بص حصل؟ في فترة والدي كان في حتة أرض بعرض على أخويا، أيوة طيب، هو الصوت مش واضح. حاضر يا استاذه ميه، هي الفكرة حاضر، كده وصلت. شكرا جزيلا. معانا استاذ احمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا السلام بيك يا عليكم، فندم. ازي حضرتك؟ يا رب تكون بخير. بخير الحمد لله يا فندم، اتفضل. كان عندي سؤال لفضيلة الشيخ. اتفضل يا فندم. هل تجوز الزكاة لمن ينقطع عن الصلاة؟ حاضر. تمام، حاضر يا فندم، شكرا جزيلا يا استاذ احمد. نروح لسؤال الاخت مي، موضوع اتنين من اخواتها مقطعنا. الحقيقة هو يعني السؤال اللي حضرتك سألتها السبب، وأنا سألتها برضه هل تمام. في مشكلة في الميراث أو كذا، وابتدت تقول إنه كان في حتة أرض وتقريبا حد كان عاوز يشتريها، الأخ كان عايز يشتريها، هذا تمام. ما يعني استشفيته كده من الكلام. لكن غالبا أهم سبب من أسباب قطيعة الرحم دائما الخلافات المادية بين الإخوة. تمام. بتحصل مطامع من البعض، وانا لا اقر ذلك مطلقا. يعني مش معنى ان اخويا هو الذكر، في بعض الناس لسه في بعض المناطق ايوه موجودين، الولد بيشوف ان هو له كل الحق في ان يقسم تركة الميت او يقسم بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى، على هواه، على هواه. يعني يدوا البنات مثلا حاجه ملهاش اي قيمه، تمام، قطعه ارض مستغنين عنها، وهم ياخدوا الحته الواجهه الجميله أيوة. اللي مش عارف فيها ايه وايه وايه، وهذا كله مخالف. شوف يا دكتور، ما دمنا بعيدين عن شرع الله سبحانه وتعالى هتحدث الخلافات. تمام. ما دمنا متمسكين بشرع الله سبحانه وتعالى، وهذه دعوة، أن يقسم الميراث بعد الانتهاء من دفن الميت مباشرة. تمام. نخلص دفن الميت ونقعد نقسم عشان ما حدش يزعل، ولا حد يقول ده فلان خد حقي، ولا فلان كل ريع الأرض، ولا فلان باع تمام. الزرع وما ادانيش. لا، يقسم بشرع الله سبحانه وتعالى، ولا نفرق إلا بما فرق الله سبحانه وتعالى، ولا جميل. نقسم إلا بقسمة الله سبحانه تمام. وتعالى. طيب استأذنك مولانا وناخد معنا أستاذ معتز، السلام عليكم. وعليكم السلام.